لو الان بعد ما نجحت الشان قلت بالك خلينا كل دقيقه تجبد لي بس سيدني سيدني جاوب نجح الشان نجح دوك نقعدوا نديروا غنيه على نجح الشان خلاص الشان نجح دركا من بعد الشان قول ما تقوليش نجح من بعد ما نجح الشان كيما انا نقولوا تغير الفوتبول في الجزائر الشامبيون يجيو رجال صح ماشي باسكو ماشي كتلبس سروال ما تعرفش ما تعرفش ناس ما تعرف والو في كره القدم راهم مسؤولين في كره القدم سي الهبال هنا لو كان تجيب 1000 بسيكياتر ما يصيبش الحل ما يعرفوش كرة القدم يا زيد. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو جديد. في الفيديو غادي نشوفوا علي بن الشيخ مرض مقدم البرنامج. كل مره كيقول له نجحنا في الشان درنا في الشان نجح يا ودي فين نجحنا قالوا في الشان قالوا برزتيني بهذا نجحنا فين نجحنا وصلنا النهائي ايه على شويه كان يقولوا يا ودي المغرب راه دا جوج الالقاب ديال هذا الشان هذا وساكشن ما كنهضروش كاع ونحلف عليها النصف المغاربه ما كانوش عارف راه المغرب فايز بجوج الالقاب ديال الشان ومقدم البرنامج برزت علي بن الشيخ نجحنا في الشان فين هو هذا النجاح وصلنا النهائي وما ديناش في بطوله ما فيها المغرب لا تونس لا مصر وما داوهاش شكون ربحتهم فرقه كلها 18 سنه 19 سنه وهما الصغير فيهم عنده 26 سنه قالوا بعد مني يا خو فرحتي لي راسي نجحنا فين هو النجاح فكيف العاده نخليكم تضحكوا شويه مع اعلام كراغيله ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات واللي مازال ما مشتركش معنا يشترك وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما عندنا الطالون عندنا خير من السنغال وعندنا خير من بوكو دي بي وخير من مدغشقر ولكن هما ميخدموا راهم يديروا في سونتر فورماسيون راهم يديروا في سونتر دونطريمون حنا ما كانش وحنا حتى لاعبين الان ولينا ما نصدروش لاعبين للخارج حتى لاعبين مؤخرا اليوم يروحوا ولا يروحوا لقطر لاقسام الدنيا يعني هذا يثبت بانه عندنا مشكل تاع التكوين في الجزائر وحتى الفرق اللي بين قوسين مكونه شفنا المنتخب الوطني المحلي كله تقريبا الغالبيه كانوا ثلاث نوادي مولوديه الجزائر اتحاد العاصمه وشباب بلوزداد هذا يثبت بانه ما كانش تكوين كبير هل تعتقد بانه الذي حدث في الشام قد يفيق شويه لي كونسيونس باش نديروا هادو لي سونتر دونطريمون لي كلوب لي هما لوتي دو ترافاي وهو اللي يقدر يصنع التكوين في الجزائر لا انا من بوالو هنا نقول كلمه باك سامير كي كان يتكلم على مانشستر سيتي سامير مانشستر سيتي في 2017 ولا في 2018 سي ان جورنال سبيغل ولا اسمه داك تاع الالمان سبيغل دار لونكات وملتم قلعت لونكات ودركاتيك كارثة راح تصرا في سيتي بجرنان احنا رانا ماشي بجرنان احنا بالبوق بوق هذا تاع التلفزيون وما كاين والو دوك انايا انا جيني كروابا معليش تي كروابا بصح وشنو هما الحلول اللي يقدروا ينهضوا بكرة القدم الجزائريه الحلول قلتها لك الفين خطر يا رضوان لا بعد نتكلم على الشان بعد النجاح تاع الشان ايه النجاح تاع الشان انا نجحنا في الشان ايه من بعد مور الشان انا قلتهم لك من قبل كيما كنت نقول لكم للناس اللي تبعنا ما كنتش نقول لكم بلي عندنا شامبيونات تاع تروازيام ديفيزيون في البلدان اخرين صح وينهم يروحوا لا ماجوريتي دي جوار لا ماجوريتي تقريبا الفرق المتواضعه انت كي تولي تروح كيفاه من ليكيب ا والو صحته يروح دي دو في السعوديه تركاونا لا فيريتي على بالي الديرونج ولكن حنا كونتون دي فيريتي احنا نحبوا يسمعونا السلطات خاطرش تهم البلاد نحبوا مصلحه البلاد اللي تهمنا وترموا الاخرين اللي انا نقيسوهم ديرونجيهم هذوك ما يهمونيش انا نقول لك ما يتغير والو نعطيك علاش ما تغير والو تقول من بعد الشان هكذا الان بعد ما نجحت الشان قلت بالك خلينا كل دقيقه تجبد لي بس سيدني جاوب نجح الشان نجح دوك نقعدوا نديروا غنيه على نجح الشان خلاص الشان نجح دركا من بعد الشان قول ما تقوليش نجح من بعد ما نجح الشان خاطرش كاين فيها دي ديفيكولتي صراوه التيكيات وخليه الو خلي الاخر تاعنا بيناتنا صح انا نعطيلك علاش ما يكون والو ليكيب هادي تاع بوكرا ليكيب تاعش تاع حوما لا واش نادي منتخب وطني وشنو منتخب وطني عيط شويه فريق وطني هكذا يا زيد فريق وطني صح انت شفت فريق وطني يلحق فينال ويفرح الشعب الجزائري ولو خسرنا في لافينال تيروبي دوزيام سيري بصالح فرح الشعب ايماجين لاجيري تيليمينات برومي تور كان الشان كاع يروح فياسكو سباد فارغين وكذا صح ولا لا الوغ بهذا الفريق اللي مانتونا اسكو الشعب يقعد يفرح يجي ويتمنى ويستنى حتى لافينال باش يتجاز الشان كيما راك تقول دركا في المستوى كي خلص الشان
هل شفت انت رئيس اتحاديه استقبل اللاعبين ولا راح تكلموا ودار لهم من ريسيبسيون ودار لهم كذا وشكرهم ويا لو كان بالكلام كاين ماشي اما لا خلاص ما كان لا تهضر على المستقبل لي بريم ثاني لي بريم كان لا تهضر على المستقبل قبل لي بريم قبل لي بريم وهذا التكريمات و لعبوا لا فينال تاع الشان بالسبت لي سمو وقتاش لعبوا بالاربعاء الاربعاء 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 الحد اثنين ثلاثة بالاربعة كات جوار كنت لي جوار يلعبون كومبيتيسيون كبيرة كيما هادي كان ديري 21 جور 23 جور 23 جور لا مواندر دي شانز اللاعبين اللي شاركوا عندهم اون بيريود دو روبو سوبيريور لي زوت جوار اللي كانوا في لي كلوب اللي خداو انتراب هادو ما هادو تقريبا لي لوندو ما دخلوا لونطريم خرج ايه خرج من تورنوا ان تورنوا امبورتون كوم الحق فينا صح كات جور ابري لي جوار يلعبوا لا فينال نوطامون تاع لي سما لي جوار تاعكم كلكوزا تالينيو في الماتش تاع الشامبيونا الكلوب ما تقدرش تلومو باسكو يقول كان راني نلعب على اون بلاص في البوديوم عندي دي جوار لعبهم ولكن لي سيروا الكالندري خممتوا على الصحه تاع اللاعبين انا كي قلت لي انت بيسيميست قلت لي لا ما شكون اللي يغير هذا الشقع هذا باش الفوتبول يولي في مكانه الاتحاديه والدوله الجزائريه الدوله مش الاتحاديه الاتحاديه خلينا الاتحاديه شكون الدوله ما حبتش الدوله ما حبتش تغير وكي ما حبش تغيروش ولكن سؤالي انا كان واضح قلت ابري الشان ولونغومو اللي كان في الشان ممكن العقليه تتغير ما تغيرش والله العلي والعظيم ما تغني نحلف دوك تقول لي انت مهبول لي ماجي غدوا يغيروا والله ما تغير علاش ما تغيرش خاطرش التغيير لا حابين صح يغيروا ديجا الناس تاع كره القدم اونسيان جوار جورناليست محترمين ولاعبين قالنا المحترمين خاطرش كاين اللي يمشيو كيلمي البات سي تا او دو فير ان بروجي ويعطيوه للمسؤولين باسكو انا ولا هذا ولا اكس ولا ايكراك كي نعطيو لهم ان تريك نعطيو لهم كوري وحق ماشي نخاف ولا الدوله ونبروسي وعندي انتيري نا ومن بعد السلطات يشوفوا كيفاش يسقموا له عفسه ولا زوج ومن بعد هما واش عندهم عندهم المطرق كونت ديسيد ما كاش اللي ينجم لهم كان ربي هما فهمني هادشي ما كاش ماشي بين رينو كيما قالك سمير تون ما كاش من قبيله تكلمت نتايا على نزيد كلمه باك على الكيميل انا يا زيد هضر وكدا نحترمو يا زيد سي تريبيا ولا سمير مي انا مانيش داكور معاكم يا زيد انا خليهم ماشي غير الكيميلي ولا كاين كثر من الكيميل غير يزيد ولا شحال كيميل دو فونكسيون ان شاء الله يحكموا 10 و5 كل واحد يحكم 6 كي القرني طولا ويخدموا يديو لاس لي فار باسكو يا با دو رياكسيون لي اوتوريتي نو فو با رياجير دون سو سونس وزيد نقول لك حاجه شوف مليح هادي نقولها للمسؤولين ان شاء الله كاين اللي يسمعونا شوف في الشان هذا الاستاد كان معمر في عنابة في قسنطينة بارتو استاد معمر وكاين فاميليات هكذا والناس فرحانة ولا فينال خسرنا والشعب كاع اللي كان تما سبورتور يعطيهم صح كانوا يصفقوا صلوات سوا سوا ايماجين غدوة كيما انا نقولوا تغير الفوتبول في الجزائر الشامبيون يجيو رجال صح ماشي باسكو ماشي كي تلبس روال ما تعرفش ناس ما تعرف والو في كره القدم راهم مسؤولين في كره القدم سي الهبال هنا لو كان تجيب 1000 بسيكياتر ما يصيبش الحل ما يعرفوش كره القدم يا زيد وما عندهمش البوا ما كاش اللي يقولوا له دوك يطلد السمش على 14 زوج تاع الصباح يقول ايه خير ده يا شامبيون يولي شامبيون كيما الشان يوليو الناس كي يطلعوا في لي ستاد اللي عندهم الغاشي والدوله بيان سور تزيد تتبع ما تخليش هكذاك لابوندون يوليو الناس تزيد تطرب اونكور بلوس وتولي الناس ما ديرش البوليتيك خاطرش كاين ممكن اللي يخاف يقول لك يديروا لنا البوليتيك لا ما يديروش بوليتيك كي يشوفوا فوتبول في القمه يوليو يصفقوا ليكيب تاعنا كي خسرتهم فينال بلي بيناتي صفقوا مع ماغري غادتهم صح صفقوا
كي يشوفوا الناس تتمد الباكي وفوتبول شباب ما ديرش السياسة، الناس دير تتبع الفوتبول وتخرج فرحانة وتحكي، مي كي تعطي له ماتش ما هوش كرة القدم ويسمع البيع وشراء ويسمع كذا وكذا وكذا خلا دار الشرقع يولي ماشي غير يدير البوليتيك، يولي يقول نامبورت كوا. صح، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات في مخرج عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.